كل الرياضة حضرت الحفل الخاص الذي أجراه الجهاز الإداري واللاعبين للمدرب في غرفة الملابس، والتي شهدت أيضا تقديم اللاعبين لخطاب جماعي طالبوا فيه رئيس النادي الأمير عبد الله بن مساعد بالعدول عن الاستقالة وسط كلمات ولحظات مؤثرة. وأمام هذا الخطاب لم يجد الأمير عبد الله بن مساعد إلا أن يذرف دمعة حب لهذا الكيان الأزرق. احنا في هالليلة يعني باسم لاعبي الهلال لاعبي الفريق الأول والجهاز الإداري والطبي نتقدم لسموه الكريم بهذا الخطاب، آمنين إن شاء الله أنه يجد صدى عندك، وفي الوقت نفسه إن شاء الله كمان نودع مدربنا الكبير ومساعد أهيان اللي خدموا النادي خدمة ممتازة وحاولوا أنهم يقدمون أحسن ما عندهم. نتمنى لهم التوفيق ونشكرهم شكر جزيل، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي وياهم إن شاء الله في بطولات ومناسبات إن شاء الله طيبة. نسأل الله لهم التوفيق في حياتهم وفي عملهم.